طبعا هذا الافطار بعد عودة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري إلى لبنان نهار الجمعة الماضي، افتتح اليوم أولى افطاراته. مع عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان تطرح أسئلة عديدة حول أسباب هذه العودة المفاجئة وخفاياها، لاسيما مع وجهة السفير الأولى نحو مرجعيات دينية سنية، فما القصة؟ من هذه الناحية أكدت مصادر على صلة وثيقة بالسعوديين لصحيفة الأخبار اللبنانية أن عودة السفير انتخابية بامتياز، فما صحة الموضوع؟ في هذا الإطار يجيبنا رئيس تحرير موقع أساس ميديا الصحافي محمد بركات في حديث خاص للجديد KSA عن صحة ارتباط عودة البخاري بالانتخابات، لافتا إلى أنه القول أن عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت مرتبطة بالانتخابات النيابية هو قول قاصر عن فهم طبيعة الدور السعودي في لبنان وطبيعة العلاقة السعودية مع لبنان، وقاصر عن الفهم طبيعة الانتخابات نفسها. فتدخل بالانتخابات بلبنان بده 3 إلى 6 أشهر أو سنة على الأقل قبل الانتخابات من التمويل والدراسة وغيرها. لو كان السفير السعودي يريد أن يتدخل في الانتخابات كما يقول البعض ما كان ليغادر لبنان قبل 2 أو 3 شهور من الانتخابات، وبالتالي هذا الكلام مردود على أصحابه، لأن السفير السعودي خرج من لبنان في سياق مشكلة دبلوماسية بين لبنان والسعودية، وهذه المشكلة يبدو أنها على طريق الحل ولا علاقة لهذا الموضوع بالانتخابات. وبدوره رأى رئيس تحرير صحيفة الشمال الصحافي غسان ريفي في حديثه للجديد KSA أن عودة السفير السعودي وليد البخاري ارتباطا مباشرا في الانتخابات، خصوصا يعني أن التدخل بالانتخابات لا يحتاج إلى عودة سفير، بل هو يحصل بأشكال مختلفة وربما عن بعد في حال كان هناك قرار بالتدخل في هذه الانتخابات. لكن بالطبع وجود السفير البخاري في بيروت ربما يعطي حيوية انتخابية على صعيد قيام بعض المرشحين باستخدام زيارة السفارة لتحسين واقع شعبي أو سياسي أو لعملية استنهاض معينة أو ربما لتلقي الدعم. لكن يبدو حتى الآن ومن المعطيات وسير عملية تشكيل اللوائح وإعلان تشكيل هذه اللوائح سواء بالشكل أو بالمضمون بأن لا تدخل سعودي واضح أو كبير في الانتخابات أقله حتى الآن. ومن ناحية أخرى أشار الصحافي محمد بركات إلى أن وشكل العلاقات يتحدد بناء على سلوك حزب الله في علاقته مع العرب وفي الداخل اللبناني وفي سيطرته على الدولة اللبنانية، وليس بناء على طلبات يريدها العرب لأنفسهم أو لدولهم. ورد حول سؤال ماذا يعني لقاء البخاري لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قبل الرئيس ميشيل عون؟ أما في البروتوكول فلا شيء اسمه يعني أن يلتقي السفير السعودي رئيس الجمهورية قبل مفتي الجمهورية. هو ليس في وارد تسليم أوراق اعتماده، يعني هو ما وصل على لبنان امبارح ولازم يشوف رئيس الجمهورية أولا وتخلى عن هذه الأصول البروتوكولية. هو سفير معتمد وهو يقرر من يلتقي أصدقاء، يلتقي مرجعيات روحية. هو التقى مفتي الجمهورية ثم رئيس المجلس الإسلامي، يعني ذهب إلى المجلس الإسلامي الشيعي، فهو يقوم بجولة على ما يبدو على المراجع الروحية. لا أرى لماذا هو مضطر لرؤية رئيس الجمهورية، هذا يعني سؤال لا أساس له بروتوكوليا كي يطرح. فيما لفت الصحافي غسان ريفي إلى رمزية شخصية المفتي عبد اللطيف دريان بالنسبة للسعوديين إذ قال المفتي الجمهورية الدكتور سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان لديه رمزية
لدى المملكة العربية السعودية، ولديه الرمزية السنية الأكبر في لبنان. لذلك وبما أن شهر رمضان يعني تقام فيه الإفطارات، فقد أراد السفير البخاري أن يدعو المفتي دريان إلى الإفطار، وهكذا كان. وطبعا يعني لا يخفى على أحد بأن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ورئيس الجمهورية أو الخط الذي يمثله رئيس الجمهورية هي ليست على ما يرام، وطبعا السعودية هي تعبر عن ذلك بأشكال مختلفة، وربما عدم الزيارة تكون إشارة من هذه الإشارات، علما بأن يعني الوزير البخاري حضر إلى لبنان منذ 3 أيام فقط، وهناك زيارات سيقوم بها، ولا أحد يدري إذا كانت هذه الزيارات ستشمل رئيس الجمهورية، خصوصا أنها حتى الآن شملت المرجعيات الدينية. وطبعا بالنسبة للكثيرين فإن الجمعيات المرجعيات الدينية تتقدم في بعض الأحيان على المرجعيات السياسية. هناك أيام مقبلة يمكن أن ننتظر ماذا سيكون موقف السعودية من الرئيس ميشيل عون في حال كان هناك زيارة له.